وصفة التيراميسو وصفة إيطالية اللي تنوعوا وتفننوا البلدان في التغيير ديال المقادير ديالها. اليوم غادي نصاوبوها على شكل غلاس بمذاق القهوة محبوبة الجماهير. باش نبداو غادي ناخدو 5 ديال صفار البيض وغادي نخلطوهم مع 100 غرام سكر وغادي نضربوهم مزيان، ومن بعد كنديروهم في حمام مالية أو لا واحد باماري وكنبقاو كنضربوهم حتى كيتفتح اللون ديال الخليط. غادي نضيفو ساشي ديال سكر فانيي أو تقدروا تضيفوه معلقة صغيرة من روح الفانيلا، وغادي نخلطو المكونات مع بعضياتها بالضراب حتى كيولي اللون من أصفر غامق إلى أصفر مفتوح. وكيف ما كيبان لكم هنايا البيض كيكون داز في حمام مالية لوغ كيكون طاب واحد شوية ما كيكونش خضر. غادي ناخدو واحد صلادي وغادي نديرو فيه 500 غرام ديال فرماج الماسكاربون. غادي نحاولو نخلطوه بلا سباتول باش ما نخليوهش مجموع، باش غادي نضيفو عليه الخليط الاول ديال 5 صفار البيض 100 غرام سكر و ساشي ديال سكر فانيي. غادي نخلطو المكونات مع بعضياتها مزيان، غادي نضيفو بشويه بشويه، غادي نضيفو نصف الكميه في الاول وغادي نخلطوهم مزيان، وباش غادي نضيفو النصف الباقي من الخليط. فرماج ماسكاربون هنا اللي خدمت به هو الفرماج اللي كنا سبقنا صوبنا في فيديو من قبل. غادي نخلي لو ليان ديالو في صندوق الوصف كما الا بغيتو تصاوبوه في الدار. غادي ناخدو 480 غرام ديال لا كريم فريش، غادي نطلعوها. انا هنا خدمت بها حلوه، تقدروا تخدموا بها مسوسه، الا خدمتوا بها مسوسه غادي تضيفوا 40 غرام ديال السكر. ملي كنطلعوا لا كريم فريش كنخلطوها مع الخليط الاول، كنبقاو نخلطوا من تحت للفوق من تحت للفوق باش ما كيبقاش لينا مرصب الخليط الاصفر في التحت. وكنبقاو هكذا حتى كنتاكدوا بلي راه الخليط كامل ولا خليط واحد، ما بقاش مفارق، غادي يولي كاملو صفر في اللون ديالو. ملي كنتاكدوا بلي راه تخلطوا كنحطوهم في الثلاجه وكندوزو باش كنوجدوا الجزء الثاني من الوصفه. كناخذوا كاس ديال العنبه ديال الماء، كنضيفوا له معلقه كبيره ديال النسكافيه مع معلقه كبيره ديال السكر سنيده، كنخلطوهم مع بعضياتهم مزيان. وكناخذوا اصابع ليدي فينغرز اولا اصابع لي لونغ دو شا وكنغمسوهم دغيا وكنطلعوهم، لحقاش الا خليتوهم بزاف في القهوه اولا في لو ليكيد دغيا كيبداو يذوبوا. غادي ناخذوهم من بعد غادي ناخذوا الخليط الاول اللي سبق لينا وجدناه، غناخذوا لي لونغ دو شا وغادي نقطعوهم الى قطع صغيره على هذا الشكل كاملين حتى كنتاكدوا بلي راه كاملين تقطعوا، ما كتبقاش شي وحده فيهم كبيره. وكناخذوا واحد المول ديال السيليكون وكنديروا الطبقه الاولى من الخليط ديال لا كريم فريش والبيض السكر ايتو، ومن بعد كنديروا جوج ديال لي مورسو من لي لونغ دو شا كيف ما كيبان لكم في الشاشه. من بعد عاوتاني كنديروا طبقه واحده اخرى من الخليط الاول ديال لا كريم فريش، كنديروا طبقه واحده اخرى كيف ما كيبان لكم هنايا، وهكذا حتى كنساليو المول كامل. وكنعاودو كنديروا طبقه واحده اخرى من اصابع لي فينغرسا ولا اصابع لي لونغ دو شا، باش كنعاودو كنديروا طبقه واحده اخرى من لا كريم، وهكذا حتى كنعمرو المول كامل. وكنديروا لو ريست ديال لا كريم مع لي لونغ دو شا في مول. انا هنايا درت تقريبا 3 ديال لي مول عاد واحد المول مجموع، وهكذا حتى كنساليو الكميه كامله ديال لا كريم والكميه ديال اصابع لي لونغ دو شا في لي مول كاملين اللي عندنا. وكندخلوه لي مول وكندخلو لي مول ديال سيليكون الفريغو لمده ليله كامله، هادشي الا وجدناه بالليل، ولا وجدناه بنهار كنخليوه لمده ديال 8 السوايع قبل ما كنستهلكوه.
الوغ في الصباح كنديموليو لا كلاص اللي وجدناها بالليل. هنا يبان لكم ثلاثه ديال الاشكال ديال الليمون اللي خدمت بهم. كنزينو ببودره الكاكاو وكنحصلوا على هذا الشكل في الاخير. وهذه كانت الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجبتكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر لايك، ابوني للناس جداد، والى الملتقى ان شاء الله في وصفه جديده وفي فيديو جديد.